وعليكم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا هلا، صباح الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. وانتم امتحانكم الحصة الجاية ولا دلوقتي؟ الجدول جاي جاية. اوكي، الحمد لله. فكرت انا اللي عندكم حصة امتحان، كنت هشبشبكم الصراحة. ماشي، يلا بينا. يعني انا مش عارفه مين المدرسه اللي هتراقب علينا، بس الحمد لله يعني ان احنا هربنا من حد. سوري. عندكم امتحان انجليزي صح؟ احي مش امنيه وبس. ايه النفسه دي؟ جايب علينا، انت تتخيلي؟ انا استغفر الله ثانية العظيم واحدة. يا رب. هي مش امنيه اللي تديكم مايند؟ ايوه ما شاء الله. يلا يلا نخش واخدين نتراوي نخوة، صدمه ربنا ربنا كبيره. قولوا ما استودعكم الله. ماشي. على فكرة كانت راقبت علينا في الفرنش الشهر اللي فات، كانت طيبة يعني. لا، المشكلة ان بيراقب علينا مدرسة انجليش، يعني محدش هيعرف يسأل سؤال كده او سؤال كده. انت مش هتعرفي تسألي في كل لا، الحالات. ما الحوار مش في انها مدرسة انجليش، الحوار ان هي يعني المديرة اصلا. الحصة بتتسجل يا جنات. حاسة ان هي لا، تودينا انا مش في قالت مش داهية، هتسجل، يعني هي مش عايزة قالت مش تودينا انا في هتسجل. داهية، انت متأكدة؟ ايه ده؟ انا تودينا انا في داهية، بس انا مش انا انا ما دخلت اهو غلطتش. من العيال عليا. اسكت اسكتوا. انا ما غلطتش ولا قلت اي حاجه، يعني مش اي حاجه، لسه مش اي بتقولي حاجه. انا. طيب، انا صلى قلت على المديره. ايوه، النبي، صلى على النبي. هو المفروض ان بس النهارده كان عندكم امتحان دين، امتحان الدين بتاعكم امتى؟ عربي انا عربي النهارده. اديني الحد الجاي. طب احنا كده راجعنا ومش هطول اكتر من كده، انا هشتغل دروسي عادي. تمام، تمام. يلا بينا ناخد الوحدة الثالثة، الإسلام والمجتمع الدرس الأول. يلا بينا، أنا عندي الإسلام صفحة وعلم 71، ما تبقاش عندك صفحة كام؟ 78. 78. أنا جيت على السبعة. يلا بينا، الإسلام والمجتمع. من المبادئ الثابتة التي تقوم عليها الحياة في المجتمع الإسلامي المسؤولية الاجتماعية، وأساسها إن الفرد في المجتمع مش مسؤول عن نفسه بس، ولكنه مسؤول عن مجتمعه ومحاسب على أو محاسب على تفريطه في حقه. عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله فهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يعني ايه الحديث الجميل ده؟ يعني كل واحد تولى أمر بالحفظ فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن الرعية التي أرعاه الله إياها. أنا مسؤولة عن بيت جوزي، إن أنا أخد بالي من بيته، إن أنا أرعيه، إن أنا أحافظ عليه، أحافظ على زوجي نفسه، على ماله، على أولاده. أنت مثلا كبنت لسه أنت ليكي وردك عليكي رعية، أنت مثلا لو مامتك سابتك شوية مع أخواتك، فأنت مسؤولة عن أي شيء مثلا يحصل بأخواتك، أو مسؤولة عن البيت في اللحظات اللي هي تسيبك فيها. أنت نفسك مسؤولة عن نفسك، فأنت مسؤولة عن نفسك كرعية، لازم ترعيها، لازم تحافظي عليها. كل واحد مسؤول عن رعيته. فالإمام اللي هو بيكون مثلا القائد أو يكون السلطان أو اللي هو بيكون إيه حاكم البلاد، راع مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله، المرأة راعية في بيتها، الخادم راع في مال سيده، وكمان الرجل إذا تولى مثلا مال أبيه فهو راع برضه، فكلكم راع مسؤول عن رعيته. طب الموضوع ده بيعمل إيه؟ الموضوع ده بيؤكد علاقة الفرد بالمجتمع. نيجي نقلب الصفحة مع بعض، فبيقول لي إن هي علاقة عضوية. يعني إيه علاقة عضوية؟ لأن الفرد عضو في جسم المجتمع الإسلامي، فإذا ضعف الفرد ضعف المجتمع، وإذا قوى الفرد قوى المجتمع. مثله في ذلك مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تألمت له جميع الأعضاء.
يعني الأصول إن أنا أتألم لأي شيء يؤذي من حولي. أسرتي مثلا حصل فيها أي حاجة، أنا المفروض إن أنا إيه أشعر بهم وأتألم لألمهم. أسرتي نفس الموضوع، أتألم لألمهم. كذلك بقى الانتماء الأكبر للمجتمع بتاعي أو مثلا للدولة بتاعتي أو للوطن بتاعي، كل حاجة بيشعر بيها الإنسان أو يحدث فيها بيأثر فينا إحنا. ده اللي بيحصل في فلسطين. كلنا ليل نهار يعني حس إن حياتنا دمها بقى تقيل، إن إحنا مش عارفين نتعامل، مش عارفين نوصل لهم، مش عارفين إزاي نجاهد. عايزين نبعد عنهم الأذى دوت، نبعد عنهم الشر، وبندعي ربنا ليل نهار إن ربنا يفك كربهم. فالإنسان بينتمي إلى الجماعة التي بيها، دي حاجة طبيعية في الإنسان، لأن الإنسان أصله اجتماعي، ما بيحبش يعيش منعزل. إنسان يجي يقول لك لا أنا ما بحبش الناس، ما بحبش أعيش لوحدي، ده تعرف إن هو إنسان غريب مش طبيعي. ومع ذلك هيحتاج لكل إنسان، بيحتاج ياكل ويشرب ويعمل كل ده، وكل ده بيوظفه أو بيحققه له الإنسان الإيه الغيره يوصله الكلام ده. فمحدش يقدر أبدا يعيش لوحده. تخيل نفسك إن أنت عايش في جزيرة كده ما فيهاش بني آدمين خالص. هتقعد أول يوم، ممكن يعدي اليوم الأولاني، اليوم التاني، اليوم التالت، وعندك أكل وشرب، مش هقولك مش جعان، يعني في أكل، في طيور وفي حيوانات وفي فواكه، زي الجزيرة، جزيرة كده استوائية يعني. مسافة ممكن أسبوعين، هتلاقي نفسك بتكلم الشجرة، بتكلم صوابع رجلك، بتكلم البحر، عامل زي عامل مثلا أي حاجة، جاي مثلا بطيخة تيتشر عاملها على شكل كلام إنسان البحر ده بتكلمه. تيتشر حاجة مهمة تيتشر ايه يا جودي؟ اكسكيوز مي اكسكيوز مي اتفضلي يا فندم. ما ايه المشكلة في ان احنا نتكلم البحر نشتكي يهمنا المشكلة ان احنا نكمل النحو، النحو ايه مش سامع. نحو ايه تيتشر قول لحضرتك المشكلة ان احنا نتكلم البحر بهزر لا يا ميس كلمة، العالم لما انت تكلمي البحر في ساعة صفا كده وانت قاعدة ماسكة واحدة جيلاتي من عند عزة عندنا في اسكندرية هنا كده، وقاعدة عمالة تكلمي البحر، تقول ازيك يا بحر عامل ايه، شفت جوزي عامل فيا ايه، ايه وجاي مطهقني في شراباتي وخرهن نص، انا جاي اشكي لك همي وس وارمهولك عادي يا ماما. دي حاله نفسيه بنوصل لها كل واحد اسكندراني في اسكندريه او في اي واحد عنده بحر. تقعد قدام البحر كده وتقعدي تبصي له وانت مش عارفه تبصي على ايه، هي المايه ما بتتغيرش، بس في راحه نفسيه سبحان الله لما بتبصي على البحر كده والموج بيمشي كده، في حاجه كده عشان ربنا اليود يا سبحانه تيتشر وتعالى. نعم اليود اليود لما اليود ده بيخش حاجه كده تانية بقى، بس احنا بنتكلم عن الراحه النفسيه اللي بتحسي بيها دي موضوع. بيفرح انك تكلميه بقى وتقعدي تشكيله همك والكلام ده براحتك يا اما، عيشي حياتك وقولي اللي انت عايزاه، بس ان انت تعيشي في جزيره ما فيهاش بني ادمين ويوصل بيكي بقى، انا اسفه يعني، الانسان يوصل بقى لمرحله مراحل بقى اللي هو ايه مخه خلاص فلت بقى، بيكلم اي حاجه قدامه، اي حاجه بقى، شجره، حجره، نخله، بحر، سمكه، هو بيتكلم مع اي حد. وبعد شويه هيفقد الكلام اصلا. ليه؟ لان اصلا الانسان ان هو اجتماعي، اصلا ان هو بيحب المجتمع، ما يقدرش يعيش لوحده، سبحان ربنا هو اللي خلقنا على كده. اذا فالعلاقه بالفرد، علاقه الفرد بالمجتمع علاقه عضويه، لان انا عضو من المجتمع واي شيء يحدث في هذا المجتمع يضرني، زي جسمي كده، انا معدتي وجعاني من امبارح بجد ما بهزرش، ولغيت كذا حصه بسبب الموضوع ده ربنا يستر، بس معدتي مأثره على كل جسمي، مخليني همدانة مش عارفة أتحرك، حتى وأنا بتكلم معاكم دلوقتي مش قادرة أتكلم. من إيه؟ من وجع، منه عضو صغير يعني صغنون كده على جنب كده، بس مأثر على الجسم كله، سبحان الملك. زي برضك أنت كده والمجتمع أو الإنسان علاقته بجسده كده، كل عضو في جسدك كده بيأثر إزاي، جسم كله بيتوظف ليه، أنت علاقتك كده بالمجتمع اللي حواليك. كذلك رقم 2 علاقة إنسانية. طب ليه؟ الحتة دي مهمة خطط عليها عشان يقول لك مثلا إيه؟ وضح العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة عضوية ويسكت. وضح العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة إنسانية ويسكت. طب ساعتها أرد أقول له إيه؟ تمام؟ فلازم أنا أقرأ الجزئية دي وأفهمها. علاقة إنسانية لأن الإنسان المسلم لم يخلق ليأكل ويشرب ويتمتع فحسب. لا، ده خلق ليكون إنسان. إنسان معنى كلمة الإنسانية. له علاقة بغيره من أبناء المجتمع، علاقة منفعة متبادلة، الخير مش راجع علينا بس، راجع علينا وعلى المجتمع وعلى كل حاجة. المجتمع خيره بيرجع عليا، وأنا شغلي وحياتي وخيري بيرجع على المجتمع كله دون ظلم أو إضرار شديد، إشحاف يعني.
ولذا كانت صلة الفرد والمجتمع صلة وثيقة، فالمسلمون إخوة والفرد مسؤول عن مجموع إخوته وعليه واجبات نحو الجماعة، فكل فرد عليه. الجماعة هنا مش جماعة إخوة المسلمين، لا، الجماعة هنا يعني جماعة الأمة أو جماعة المجتمع اللي هو فيه، اللي هو فرد واحد والجماعة بقى كل حد حواليه أيا كان مين هو. أولا أن يؤدي عمله على خير وجه، يعمل عمله على خير وجه. ليه؟ إتقانك للعمل ده ثمرة عمله عائدة على الجماعة في النهاية. لما أتقن عملي شغلي مثلا أنا كمدرس، ربنا هيكرمني بيكم كلكم تنجحوا، كل واحد فيكم مثلا أنا أعتقد بساعده إن هو نسبة 0.5% مش 1%، إن هو يعدي مرحلة إيه الإعدادي أو مرحلة الثانوي. بنشئ كل واحد فيكم اللي يطلع دكتور، يطلع مهندس، يطلع أم صالحة، تربي جيل كامل تاني. فأنا كده لما أتقنت عملي بالفعل أنا عملت إيه؟ أثرت على المجتمع كله، سواء كان العمل حكومي أو خاص، جماعي أو فردي. لو أنت عندك مزرعة، عندك متجر، عندك مصنع، عندك شركة، مؤسسة، كل واحد فيه لما يأدي فيه عمله على أجمل وجه وياخد كمان فلوس، يعني مش بقول لك اللي يعمله كده وخلاص، لأ، ده كمان بيأدي اللي هو بيطور الإنسان ده، بيحسن مستوى مداخله، بيحسن من مستوى معيشته، وكمان بيساعد في تقدم الايه الوطن وتقدم المجتمع. فلازم الانسان ان هو ينمي عمله باتقان وايه ويخلص. ادي تأدية عملك على خير وجه وازاي بيكون اثره على المجتمع. يبقى دي واجبات اللي بينفذ الفرد نحو الايه الجماعه. رقم 2، ان يرعى مصالح الجماعه كانها مصلحه خاصه. يعني اكني انا مثلا، ليه يعني تيتشر؟ نعم يا روحي، ولا حاجة يا تيتشر. ما بيحصلش، ما انا عارف للاسف يعني انا كنت لسه هسأل دلوقتي ليه يعني، ما بيحصلش للاسف، يا ريت. بس بس انت كنت احسن. في ناس بتحاول، يعني بيبقوا ناس ضعيفة جدا، يعني الله المستعان. تيتشر هي كده نوري بتبدأ من الزيرو وبتوصل الى كبير، كل واحد يبدأ بنفسه فغيره هيبدأ بنفسه، فهنبدأ كلنا ببعضينا. ما هو لو كل واحد فينا فعلا زي ما انتي قلتي بدأ بنفسه وقدر يحسن من دخله، يحسن من اتقانه لعمله، كل واحد هيتحرك واحدة واحدة إن شاء الله متقدمين بإذن الله. أن يرعى مصالح الجماعة كأنها مصلحة خاصة، وأن يصون المجتمع بكل الوسائل، أن يتعاون إزاي مع غيره عشان يحقق الخير لنفسه وللناس من حواليه. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض أحباء، يأتمرون بما يأمر به الدين وينهون عما ينكره الدين، لأنهم مجتمعين على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، ويجتنبون ما نهى الله ورسوله عنه. هم في متفقين على ان الاوامر نزل عند ربنا بنطيعها، والنواهي نزل عند ربنا نبعد عنها. فاتفقنا على المصدر واحد اللي بيحكمنا، ده يجعلنا يعني احباء لبعض ومساندين لبعض. فاحنا كمسلمين او مؤمنين مفروض نعمل كده. يقول الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. يبقى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنصار بعضهم، يأمرون بالمعروف، كل واحد مؤمن، كل واحد مؤمن عليها أن يأمر بالمعروف، ودي المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان عليها، وهو إعمار الكون والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. على قد ما تقدري إلى الله سبحانه وتعالى، على قد ضرب بيتك مثلا بين زمايلك، على قد المجتمع الصغير اللي أنت تقدري تتكلمي فيه وتقولي صوتك فيه، تقدري تنصحي وتقولي بالمعروف تنهي عن المنكر. لكن ما جيش مثلا مكان كبير واسع شاسع وادعي واقول حرام وحلال، محدش هي ايه اكيد هقابل بايه بالنفور او هقابل بالايذاء، لا انا ما اقدرش اعمل كده، تمام. ولكن على قد ما اقدر، انا مثلا ليا اسرتي، ليا اختي، ليا زميلتي، شفتها عملت مثلا غلط، إيه مثلا ما صلتش فرض ربنا، اسأت الى امها مثلا بعلت صوتها شويه عليها، احاول افكرها بربنا سبحانه وتعالى. وده دورنا احنا مع بعض، ربنا خلقنا اخوه مع بعض عشان كده، عشان بس نروح ونتفسح وخلاص، لا، اتفسحي وروحي اتمتعي بحياتك طالما انت بترضي ربنا. وزي ما قلت لكم كذا مره وهفضل اقولها لغايه ما اموت، خلي محور حياتك هو طاعه الله سبحانه.
هل انا بعمله ده ربنا راضي عنه؟ اه اعمله. هل انا بعمله ده ربنا مش راضي عنه؟ لا ابعد عنه. بس كده. فبعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيموا الصلاه يؤتوا الزكاه يطيعون الله ورسوله، كلهم متفقين على طاعه الله سبحانه وتعالى. اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. تمام. وليس هناك شك في أن هذه الصلة الوثيقة بين الفرد والمجتمع هي التي تحقق أهدافه في الإصلاح والبناء والتقدم. كل ده بيحقق للإنسان إيه؟ التقدم. الصلة الوثيقة دي بتوفر للإنسان إن يكون فيه، يعني أقول لكم إزاي، قوة في إن أنا بتعامل في حياتي كلها بقوة أو بدافع إن أنا أوصل للخير اللي يصب عليا ويصب على غيري. تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، أو كالبنيان يشد بعضه إيه؟ بعضا. سلام على المجتمع وأمن. إن من أهم ما يتطلع إليه المجتمع الإسلامي إن هو يعيش في أمن، وأن ينعم بالاستقرار الذي يمكنه من السعي والعمل ومضاعفة الإنتاج. هو ده أهم شيء، أعيش في أمن، لما أستقر أقدر إن أنا أسعى وأعمل وأضاعف الإنتاج. كذلك تحقيق مجتمع الرفاهية والرخاء وتنمية الإيه؟ الموارد. خليكم معايا ثانية واحدة بس. نكمل يا ولاد. إن من أهم ما يتطلع إليه المجتمع قلنا إن هو الإنسان يعيش في أمن واستقرار، فبالتالي ده يمكنه من إن هو إيه؟ يقدر يدعم ويسعى إلى العمل ومضاعفة الإنتاج، ويحقق مجتمع الرفاهية والرخاء وتنمية الموارد ودعم الاقتصاد. كلام لب 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 كتير أوي، بس المهم إن إحنا في الآخر هنفهم منه إن هو إيه؟ طالما الإنسان استقر هيقدر بعد كده إن هو يحقق الإنتاج العالي ويقدر يساعد في تقدم المجتمع من حوله. طب أدعم الاقتصاد إزاي؟ لأن الاقتصاد القوي يحفظ للأمة الإسلامية مكانتها في عالم اليوم. الاقتصاد ده بيحقق للأمة مكانتها في العالم وعالم المستقبل، ولكي يتحقق ذلك وجب على المجتمع الإسلامي إن هو يكون خالي من الفساد والمفسدين، وإن هو يكون بعيد عن الفتن اللي بتهدم البنيان وتفوض أو تقوض الأركان. يجب الإنسان أو يجب يكون المجتمع بتاعي خالي من الفساد والمفسدين. والمفسدين طبعا الكلام ده يعني صعب جدا، إن في كل مكان في فاسد ومفسد سبحان الله. وأن يكون بعيد عن الفتن اللي تهدم البنيان وتقوض الأركان، يبعد عن أي فتنة ممكن تخلينا تزعزعنا عن بعضنا. طب أنتوا معايا ولا نمتوا تقريبا؟ لا معاك انس. معاك الله الله. معاك انس. طب الحمد لله بقى. المجتمع الإسلامي بيقول لي ينتظر من المؤمنين ألا يثير بعضهم فتنة تصيب بشرها أو من أثرها ويمتد خطرها إلى البريء وغير البريء. أنا ما ينفعش إن أنا أعمل فتنة توقع الناس في بعضها، أو أثير مثلا إشاعة تخلي الناس تكره بعضها، زي مثلا أي موقف مثلا بين المسيح والمسلم داخل مصر. يا ساتر يا رب. يعني مثلا إحنا بشر، طبيعي ان احنا نشد مع بعض جدا جدا. يعني مثلا انا في مصلحه حكوميه مثلا، واللي قاعد قدامي مثلا ده مسيحي وانا مسلمه، او انا مسلم بطلب منه يساعدني يخلص، ما شدش ما عملش، بقول لك انت وتعرك انت عارف شديت معاه، يقول لك بس حدثت فتنه طائفيه، واحد مسلم يتعارك مع واحد مسيحي. يا عم لا مسلم ولا مسيحي، انا هنا دلوقتي مصلحه حكوميه بطلب مني خلصتي ورقي ايه؟ ما شديت معاه اتعصبت عليه واتعصب عليا. ما فكرناش ساعتها بقى انت مسلم ومسيحي وانا تعديت عليك والكلام ده، يمسكوها بقى الحته دي ويقولوا بتحدث فتنه طائفيه في مصر، يلا يا امريكا تعالي الحقينا، المسيحيين مثلا فئه قليله ومحتاجين مثلا حد يسندهم. اه هو ده المخطط اللي كل يعني اليهودي اللي عادي يتعامل في مصر،
ان هم يحققوا الفتنه داخل مصر عن طريق التفرقه بين المسلم والمسيحي. عايزين يفرقوا بيناتهم وخلاص بأي شكل بأي طريقة. ممكن على فكرة ان هم يعملوا حاجات وينسبوها الى المسلمين او ينسبوها الى المسيحيين بغرض ان هم يضروا بس العلاقة بينه وبينهم. لكن اقول لهم كلمة واحدة بس، لو عملتوا ايه بالذي ما هتقدروا، لان احنا اصلا نشأنا على العلاقة دي. انا واحدة من الناس اتربيت على العلاقة دي، عادي عادي ان انا تكون صديقه مسيحيه اتكلم معاها تتكلم معاها. على فكره انا منتقبه وليا اصدقاء مسيحيين عادي واتكلم واصدق معاهم. احنا كنا اصلا يعني كانوا جيراننا مقربين جدا، اقرب ناس لينا في بيتنا ايام بيت القديم بتاع ماما كانوا مسيحيين، واكل وشرب وضحك وكل حاجه. الموضوع كان عادي، ما كانش حد بيفرق ما بين يعني ايه ده مسيحي ده مسلم، لا عادي. امي بطبيعتها كانت تقول لنا يا بنتي دول ناس ربنا خلقهم ربنا، انا مالي بدينهم. دي بقى دي الطبيعة القديمة اللي هي ايه السجية اللي اتربت عليها امي وجدتي وكل الناس القديمة دي. احنا اتربينا نعيش مع بعض، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله لما دخل المدينة ولقى في يهود. هل مثلا هد المعابد بتاعتهم؟ هل موتهم مسكهم كلهم قتلهم زي ما بتعمل دلوقتي في اسرائيل، تخش تبيد مجتمعات وتبيد اماكن كتيرة؟ الكلام ده ما حصلش، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عيشوا في مكانكم على بيوتكم على كل حاجة، بس مجرد ان نعمل قانون يعني ده دستور ينظم العلاقة بينه وبينكم. لكنهم عاشوا وبرضك الحقد والكره جوه قلوبهم، كانوا بيأذوا النبي ويؤذوا الصحابة، فالنبي ساعتها قال لهم لا، انتوا كده ما مشيتوش على الدستور او على النظام اللي يخلينا نقدر ان احنا نعيش معاكم. وراح قال لهم طلب منهم ان هم يخرجوا، فعاشوا فين؟ في خيبر، في مكان جنب ايه؟ جنب المدينة، لانهم اذوا الناس. انا دخلت وبقيت انا مسيطر والحاكم، وعقدكم قانون يوفر لكم الامن والامان وكمان الدفاع عنكم. لو حد دخل احنا اللي هنصد مش انتوا، احنا اللي هنتاذى، احنا هنقف اللي هيجي يهجم عليكم مش انتوا. لكن هم برضك اصروا على الايه، زي عادتهم ربنا المستعان، زي عادتهم هم ان هم يخونوا العهد، وان هم يعني بيعملوا اي حاجه، المهم ان كل حاجه غلط ما تفهمش فيها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم فالمجتمع الإسلامي ينتظر من المؤمنين ألا يثير بعضهم فتنة تصيب بشرها من آثارها ويمتد خطرها إلى البريء وغير البريء، وربما أثر في كيان الأمة. هذا يحتم على المجتمع إن هو يحارب الفساد والمفسدين، وأن يتصدى لأي انحراف خلقي أو سياسي أو بدع، كل حاجة تخالف مبادئ الدين، لأن ذلك كله أمراض وعلل ولا تصيب أصحابها بس، لا دي كمان بتصيب كل أبناء الأمة جميعا. كبير يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن أمثلة العمل الجماعي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة النبوية، الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، فهي في أحداثها وحركتها ووقائعها لم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. طبعا احنا عارفين اللي حصل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أمر بالهجرة، وساعتها كان أغلب الناس المؤمنين اللي عايشين معاه كانوا هاجروا أصلا بالفعل، اتبقى كم واحد بس وكان من ضمنهم أبو بكر. كان كل شوية أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أطلع هاجر، يقول له اصبر شوية بس لعل الله يعني يجد لك صاحبا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهيأ لك صاحب. سيدنا أبو بكر كان بيتهلل وجهه وكان بيتمنى إن يكون صديقه في الهجرة هو سيدنا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بالفعل أمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد بالهجرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج ترتيب قوي يقدر يخرج بيه من مكة للمدينة بأقل خسائر. نادى على سيدنا علي، وطبعا انتوا عارفين القصة، وقال له اقعد مكاني وغطاه بالبردة بتاعته. وكان كل هم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يرد كل امانات الكفار. متخيلين بقى اللحظة؟ يعني كل واحد ساب عنده امانة كان مهتم جدا ان هو يردها له قبل ما يهاجر. بص امانة النبي صدق الامين صلى الله عليه وسلم، وزع الامانات وقدر ان هو يخلصها
وساعتها الكفار اتلموا قدام بيته وكانوا عايزين يقتلوه، اتجمعوا قالوا من كل قبيلة هيجي برجل والرجل ده يكون معاه سيف، فقالوا السيف هيبقى مسموم والحاجات دي كلها عشان يقتلوه ضربة واحدة موتوه مرة واحدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيته وربنا جعل على أعينهم سدا فلم يروه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو سيدنا جبريل تقريبا مش فاكرة مين كان بياخد من التراب اللي في الأرض ويرمي على وشهم على رأسه لغاية ما مالوا شعرهم ووشهم تراب. خرج النبي تسلم من بينهم وراح لفين؟ راح لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان ساعتها هو متفق معاه وعرفه إن هو هيخرج معاه، وكان محضر ناقتين. الناقتين دي كان بكل ما فيهم بقى من يعني الترتيب وكل حاجة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمنهم لأبو بكر، تخيلين؟ يعني حتى بصي مش النقطة إن أنا أستغله مثلا أو لا 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 لا، تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاله فلوس كل حاجة. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم استعان بقى بكام حد؟ كده واحد أبو بكر، اتنين ولاد أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله وأسماء بنت. عبد الله كان مهمته ان هو يعرف قريش بترسى على ايه، يعني اي حوار يدور اي حاجه يعملوها يعرف منهم ويسمع ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخد حذره. وكانت السيده اسماء ساعتها زوجها كان مسافر، وكانت عايشه مع ابو بكر في الوقت دي الفتره دي في بيته، وكمان ده خدته السنه اللي فاتت في قصه سيدنا ايه زيد بن حارث، زي اسامه بن زيد. بالفعل سيدة أسماء كانت بتحضر لهم الأكل والطعام والشراب، وكان سيدنا عبد الله بن أبي بكر كان بيقول لهم الأخبار. مشى النبي صلى الله عليه وسلم بس احتاج معاه دليل يعرفه الطريق ويعرفه ازاي يسير في دروب الصحراء، وكان مرتب حاله ان هو يتخذ طريق غير الطريق المعتاد للمدينة. استعان ساعتها بعبد الله بن أريقط بالرغم ان هو كان مشرك، إلا إنه استعان بيه في إيه معرفة الطريق كدليل معاه، واستعان بعامر ابن فهيرة وكان بيرعى الغنم لأبو بكر إن هو يمشي بالغنمات بتوعه وراهم عشان يشيل آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار أقدام مين اللي رايح واللي جاي بقى، سواء كانت أسماء سواء كانت عبد الله بن بكر، إن هم راحوا بغار ثور قعدوا 3 أيام بلياليهم، 3 أيام بلياليهم، عشان المشركين إيه كانوا عاملين يدوروا عليهم في كل حته، فتوقعوا ان هم يروحوا على المدينه، كانوا بصوا كانوا جاردين المكان كله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما استعان بدولت وقدر يكمل هجرته، كانت يعني بيدل على ان الانسان ما يقدرش يعيش لوحده. هنا بيقول لك الهجره النبويه الشريفه من مكه الى المدينه فهي في احداثها وحركاتها ووقائعها لم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، وشاء الله أن يقوم بها مع كل قليلة ممن آمنوا. هنقفل اللينك وندخل نكمل إن شاء الله حسن. يلا بينا، سلام عليكم.